الناس طموحاتها زادت. نموذج رائع لجراح تجميل أفنى حياته في العمل الأكاديمي وعمل الكلينيكي والعمل الخيري. 40% من الستات اللي عندهم تساقط في الشعر عندهم مشاكل زوجية. التوعية النهاردة والكلام اللي قبل العملية بيمنع مشاكل كتيرة جدا بعد العملية. زراعة الشعر أصبحت شيء مطلوب. السبب في كده إنه نتائجه بقت أحلى. دور التجميل هو استعادة التناسق. السياحة العلاجية لمصر محتاجة دعم من الدولة عشان نقدر ننافس ونقدر نكون في موقع سليم احنا نستحقه فعلا. انا حاليا بنعمل اكتر من 90% من حالاتنا بطريقة الاقتطاف. كل الناس حقها انها تحلم انها تكون بشكل احلى. انك لما تشفط شوية دهون وتخرج منها خلايا جذعية مباشرة تحقنها من غير ما تزرعها وتستنى يومين ثلاثة، ده ما فيش فيه اي مشكلة. انا النهارده عرفت ان اللي قدامي دي عامله عمليه تجميل في الانف يبقى العمليه دي غلط. يعني ايه سكالب مايكروسكوبيشن؟ الترجمه الحرفيه ليها ايه؟ تاتو طبي دقيق مايكروسكوبي زي القلم ده كده ما بيرسم. الست دي ما عملتش عمليه. دايما بنعلم الدكاتره حاجه مهمه قوي. If you know how to do it, do it. If you don't know how to do it, learn it. If you cannot learn it, refer it. حولها اللي بيعرف.